أوكي، فيلم هنا بيبدأ يوم 8 يناير 1997 وبتكون رو مع أمها في المخيم، وبيكون يوم خسوف الشمس، وفجأة بيحصل حاجة غريبة. بتظهر إيد كائن غريب بتحاول إنها تقتل رو، وبنيجي لوقتنا ده وبتصحى رو من النوم فجأة وهي بتصرخ، وبتكون على سرير المستشفى. بتسألها الدكتورة هي من إمتى بتاخد الأدوية، وخالتها بتقول لها إنها كانت بتخضع لعلاج حاد إنه هي صغيرة بسبب إن والدتها ماتت وهي صغيرة. بتقول لها رو إن أمها مش ميتة وإنها اختفت، لكن خالتها مش بتصدقها وبتقول لدكتور انها كانت صغيرة ومش فاهمة حاجة. بتتعصب رو، بتقوم من على سرير المستشفى وبتمشي تجري وراها خالتها، لكن مش بتلحقها. بتخرج رو من المستشفى وبتفضل تلف في الشوارع، وفجأة بتشوف ست بتبص لها جوه محل كتب. فبتدخل المحل وبتسأل البنت اللي شغالة في المكتبة لو في حد كان موجود دلوقتي، لكنها بتقول لها لا. بتروح رو تاخد كتاب تقرا فيه وفجأة بتعيط. بتواسيها البنت اللي شغالة في المكتبة وبتحاول تهون عليها، وبترشح لها كتاب تقراه اسمه الفجر الكوني من تأليف واحدة اسمها أليس، وبتكون حالمة. بتفتح رو الكتاب وبتكون صورة المؤلفة هي الست اللي شافتها في المكتبة وهي بتتمشى. بتقول لها انها شافتها بتبص لها على الباب من بره عشان كده دخلت المكتبة. بتقول لها البنت المسؤولة في المكتبة ان أليس عندها الطريقة بتاعتها في العثور على الناس. بتاخد رو الكتاب وبتشتريه، وبتقول لها انها هتاخده عشان امها كانت بتحب النجوم، وبتقول لها المسؤولة ان اسمها ناتالي، وبتدعوها ناتالي انها تخرج معاها في اجازة الويكند، وانها بتتجمع مع مجموعة من صحابها. بتمشي رو وبتروح تبدا تقرا الكتاب، لكنها بتلاقي صورة الوش اللي على دراعها من ضمن الصور اللي في الكتاب. بيعدي 4 سنين. بتكون رو في المحاضرة وبيقول لهم الدكتور ان في عطلة نهاية الاسبوع هيكون الخسوف النهائي للقمر، اللي بيكون حدث نادر جدا، وانه اخر مرة حصل كان في القرن الاول، وانه بيكون اسمه قمر الدم وبيستدعي احساس الموت، وانه هيكون في معجزات في السماء، والشمس هتتحول للظلام والقمر هيتحول للدم. بتكون رو قاعدة بتلاقي راجل وراها، وبعد المحاضرة بيفضل وراها وبيلحقها. بيسألها عن سبب عدم ردها على مكالماته التليفونية، وبيقول لها انها رجعت. بيديها ظرف ازرق ولكنها بتقول له يبعد عنها. بيقول لها ديدر ان مكانها معاهم. بتقول له انها لو شافته بيتعرض لها تاني هتتصل بالبوليس. بتروح رو على البيت وبتبص من البلكونه بتلاقي في عربيه بتراقبها. بتقعد رو في البيت وبتفتكر اليوم اللي امها اختفت فيه، وبنرجع 4 سنين لورا. وفي اجازه نهايه الاسبوع بتروح رو المكتبه عند ناتالي. بتقول لها ناتالي ان اصحابها عايزين يشوفوها جدا، وبيدخلوا مكان جوه المكتبه. بتلاقي رو ان أليس من ضمن الموجودين، وبتعرفها على كل اللي هناك. بتقول لها أليس ان ناتالي قالت لها انها قرت كتابها. بتقول لها رو انه كان مشوق جدا، لكن أليس بتقول لها دي طريقه بتقول ان ما عجبكيش الكتاب. بتقول لها رون الكتاب كان شبه تجربه هي مرت بيها. بتقول لها أليس تنضم ليهم. بيقعدوا كلهم وبتبدا أليس انها تتكلم وبتشكر الحاضرين، وبتقوم ناتالي تتكلم وبتقول السبب في وجودهم النهارده وهي رو. بتسال أليس عن سبب وجود رو. بتقول لها انها تمت دعوتها عن طريق ناتالي. بتقول لها أليس ان سبب وجودها النهارده اعمق من كده. بتقول لها ان مش مجرد دعوه وانها مختاره، وان والدتها إيريس ديلوس تم اختطافها يوم 8 يونيو 1997. وبتقول لها أليس كل اللي حصل لها بعد ما امها اختفت وانها راحت تعيش مع خالتها وانها كانت مجرد طفله. بتستغرب رو وبتسالها ازاي عرفت كل ده. بتقوم بيردس وتقول لرو ان يوم 10 ديسمبر 2011 في اليابان وكل شخص من اللي موجودين بتاريخ حاجات حصلت لهم في كل بلد شكل. بتقول لها أليس ان قمر الدم احضرهم هنا من كل بلاد العالم زي القوى المغناطيسيه. بتقول لها ناتالي ان كلهم شهود زيها. بتكون رو قاعده مستغربه وبتخرج من الاوضه اللي مجمعين فيها، لكن ناتالي بتخرج وراها وبتقول لها ان دي عشان اول مره ليها بس، فتهديها. بتقول لها ان أليس انقذت حياتها، وبتقول لها تدخل تكمل القعده معاهم. لكن قبل ما تدخل بتقول لها ان أليس عندها مكان في الشمال وانهم هيقضوا هناك اجازه نهايه الاسبوع، وان أليس عايزاها تكون موجوده. بعد 4 سنين بتروح أليس عند صاحبتها وبتقول لها انها شافت ديدر، وانه قال لها ان أليس رجعت. بنرجع قبل 4 سنين، كانت رو بتحضر شنطتها عشان تروح البيت بتاع أليس في الشمال اللي هيتجمعوا فيه. بيجي السواق اللي هياخدها اللي بيكون ديدر. بينزلوا من العربيه، بيكملوا طريقهم ماشي في الغابه لحد ما بيوصلوا لبحيره، وبيكملوا بالقارب. بيوصلوا المكان وبتدخل رو غرفتها وبتقول لها ناتالي ان اول ليله نامت فيها هنا كان احسن نوم في حياتها، وان المكان ده ساعدها على تطهير عقلها. بتنادي أليس في المايك ان تم اعداد الفطور على شرف رو عشان تحس انها في بيتها. بنرجع بعد 4 سنين، بتكون رو في بيت توم، وبتلاقي الدرج بتاعه في نفس الظرف اللي اداهولها ديدر. بتفتحه وبتاخد منه الفلاشه اللي جواه وبتمشي. بنرجع قبل 4 سنين، فلاش باك. بتكون رو جهزت ونزلت على الفطار، كلهم متجمعين، وبتقدم لها ناتالي جوزها توم، وبيتعرف عليها وبيقعدوا كلهم على الاكل. بتقول لهم أليس انها هتقرا من كتاب تتراد الاصلي. وبعد الاكل بتخرج رو وتقعد في الحديقه، لكنها بترجع من العصير اللي شربته. بيخرج توم وبيساعدها وبيتكلموا مع بعض. نرجع للحاضر بعد 4 سنين، بعد ما بتخرج رو من عند توم بتروح على بيت خالتها كارولين. بتاخد منها اللابتوب وبتقول لها ان في نهايه اجازه الاسبوع هيكون في قمر الدم. بتحط الفلاشه وبيكون في فيديو أليس وهي حواليها الناس الشهود،
وفجأة بتحول عينيها للون الأخضر. بتروح كارولين وبتجيب مسدس وبتديه لرو عشان تحمي نفسها بيه. فلاش باك، كان توم بيتكلم مع رو عن الكتاب. بيدخلوا على البيت وبيقول لها جملة من الكتاب. بتدخل رو غرفتها لكنها بتلاقي أليس قاعدة على سريرها ومستنياها. بتسألها عن اليوم اللي أمها اختفت فيه وإيه هو اللي شافته. بتقول لها رو إنهم كانوا في المخيم عشان يشوفوا الخسوف، ولما صحت من النوم كان المكان كله ضوء بنفسجي وأمها اختفت، وإنها مشيت ورا الضوء بس كانت خايفة عشان تشوف أمها مرة تانية. بتقول لها أليس إنها هتشوفها مرة تانية عشان أمها موجودة هنا، وبتديها زهرية. بتقول لها إنهم بيتكلموا معاهم من خلال الأشياء الحية. بتبدأ رو تسقي الزهرة كل يوم، وراحت أليس مع رو للمكان اللي هيرجعوا فيه مرة تانية، موقع الإنزال. سألتها رو إزاي عرفت عن أمها، وقالت لها أليس إنها عرفت من أمها وهي اللي قالت لها، وإنها اتبعتت هنا عشان تدور عليها. نرجع للحاضر، بنشوف رو وهي بتروح على بيتها لكنها بتلاقي باب الشقة مفتوح. بتمسك المسدس وبتدخل وبتلاقي توم جوه. بيقول لها إن دايدر كان بيستخدمه عشان يوريها الفيديو، وإن هو رفض عشان يحميها. بتقول له رو إن من المفترض أليس تكون ميتة. بيقول لها توم إن ده اللي عايزين يفهموه ليهم. فلاش باك، بتصحى رو من النوم، بيتجمعوا كلهم وبيغنوا مع بعض. بالليل بيروح توم أوضة رو وبيسألها عن المكان اللي راحت له مع أليس، وهم قاعدين بيسمعوا صريخ من تحت. بتنزل توم، بتكون نتالي على الأرض وبتصرخ. بتقول لهم إن هم مراقبينهم وهيرجعوا لما تفتح زينة الباب. بتهددها أليس. بنرجع للحاضر، بتروح رو مع توم على بيت فرانك، بس بتسمعه هو بيقول إنه مش عايزها تبقى في بيته. بيفتح توم شنطتها وبيلاقي مسدس وبياخده. فلاش باك، بيكون توم في الغابة وبخبي التليفون وبيكلم فرانك والدها، بيقوله عن حالة نتالي، وبتيجي نتالي وبتسمعه. بيروح توم يتكلم مع رو، وبيدخل عليهم دايدر. بيقول لها إنه جاهز عشانها، وبيقول لها توم إنه محتاج مساعدتها. بتروح رو بالزهرة بتاعتها عند أليس وبتنيمها مغناطيسيا. بنرجع للحاضر، بنشوف رو مع توم وفرانك على المركب. بيوضعهم فرانك، بيمشوا بالمركب على المكان اللي في الشمال اللي فيه بيت أليس. فلاش باك، بتكون رو مع أليس، وبتيجي واحدة منهم بتقول لهم إن في شخص بره. بتخرج أليس وبيكون اللي بره كارولين وفرانك. بيقول لهم إن اسمها الحقيقي روز ألاباسا لازار، مش أليس، وإنها ممرضة وإنها اتجننت وفقدت عقلها. وبتهددهم أليس بالبندقية وبيمشوا، وبتقول له نتالي يبعدوا عنهم وعن بيتهم. وبتفقد نتالي وعيها. بينقلوها على جوه وبتجري رو على بره. بيلحقها توم وبتتصاب خالتها كارولين. بيرجع توم على بيت الشمال وبيلاقي نتالي نايمة مغناطيسيا، ولما بتلمس أليس دماغه بتنيمه هو كمان. وبيدخل عليهم فرانك وبيقتلها بالمسدس. نرجع للحاضر، بيوصل توم ورو على المكان اللي فيه بيت أليس. بيدخلوا البيت وبيكون دايدر جوه. بتسألهم رو عن الباقي وبياخدهم ليهم. بتلاقي أليس وبتحاول انها تنومها مغناطيسيا وبتنام، وبيعملوا طقوس يوم قمر الدم، واخيرا بتقابل رو امها. ودي بتكون نهاية الفيلم. شكرا للمتابعة والسلام.